وكما نعلم جميعا الآن بأن السيد أمور يتلاعب مع نيكولا ويوهمه بأنه يتاجر معه فقط، فهل سيستمر معنا في المسلسل أم أنه سينتهي أمره على يدي نيكولا أو توغايا؟ وماذا عن السيدة مالهون؟ هل ستتزوج من عثمان بالفعل أم لا؟ وما هو دور السيدة مالهون في المسلسل؟ فهل ستكمل هي معنا أيضا أم سيتم القضاء عليها؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ ندعوك بدعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكي تتوصل بكل جديد. وهيا بنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة كيفية في هذا الفيديو الجديد. منذ أن ظهرت السيدة مالهون لأول مرة في المسلسل، والمتابعون يسألون عن هل ستتزوج من عثمان أم لا، وذلك بسبب اختلاف المؤرخون تاريخيا حول هذه المسألة. وقبل أن نخوض في هذا الأمر دعونا نبدأ التحليل من الأول لكي نفهم الأمر أكثر. فكما نعلم جميعا الآن بأن السيد أمور يتلاعب مع نيكولا ويوهمه بأنه يتاجر معه فقط، بينما هو في الأساس يخطط للقضاء عليه والاستيلاء على قلعة أيناغولا. وكما نعلم جميعا هنا بأن السيد أمور يفعل كل هذا من أجل أن تعلو مكانته في المنطقة ويتفوق على عثمان أيضا، وهذا الشيء هو الذي لن يحدث على الإطلاق، لأننا على علم بأن السيد عثمان هو الذي سيفتح قلعة أيناغولا برفقة السيد تورغوت كما جاء في التاريخ. وبغض النظر عن التاريخ فحسب الأحداث التي